فكرة قوي من قلبي. هنعمل طاجن فول بالطماطم، يا سلام عليه وعلى حلاوته. في الفطار شغال، في الغداء ما يقولش لأ، في العشاء لذيذ لذاذة. بصوا في جميع أحواله طاجن خطير، مش هياخد مننا وقت أبدا، ومتحبش كده وحاطين له كده. هقول لكم بقى وانا بقول مقادير بقى، عشان ده يعني تركه جامده جدا، هيطلع تحفه. والوصفه الثانيه هنعمل صينيه جلاش بالكاسترد، خطيره برده ملهاش حل، حاجه كده من اللي احنا كنا بناكلها زمان كده، اللي هو اللزلزه الحلوه دي، طعمها لذيذ ومش بتاخد برده ابدا اي وقت. يا رب الحلقه تعجبكم ان شاء الله، والوصفات تكون مشجعه ان انتم تجربوها في البيت بنفسكم. فاصل بسرعه جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل طاجن فول بالطماطم والثوم، خطير، خليكم معانا. انا جيت. هنعمل دلوقتي طاجن فول بالطماطم وبالثوم، حلو قوي، يا سلام. والله مهما يحصل الاكل الجميل ده بنشتاق له جدا جدا، ونبقى عايزين ناكله طول الوقت ان شاء الله. الوصفه اللي اقول لكم عليها دلوقتي تعجبكم. ايه بقى القصه؟ انا معايا فول متدمس، تمام، دول تقريبا يعني ايه، هنقول كوبايتين مثلا، كوبايتين من الفول المتدمس، تمام. معانا طماطم متقطعه مكعبات، برده كميه الطماطم براحتك، انا معايا طماطميتين حجمهم وسط متقطعين مكعبات. معانا كمان ثوم تقريبا فصين ثلاثه من الثوم المفروم، عايزين تكتروا اكتر مفيش مشكله، بس انا شايفه ان بالكتير قوي 3 فصوص من الثوم حلو، علشان بس ايه ما ناكلش ونريح ونتنح، لا نبقى برده ايه مصحصحين. ومعايا واحده من الفلفل الرومي الاخضر متقطعه مكعبات صغيره، ممكن لو عايزه بقى تحطي كده حته حاميه كده معاها مع الفلفل، هتبقى برده ظريفه جدا. ومعانا معلقه صغيره من الليه، ليه الخروف الحلوه دي، طبعا كلنا عندنا الليه دي بقى بتفضل محطوطه في الفريزر وبتاع. عايزه اقول لكم ان انا مامتي كانت دايما الليه دي تطلعها ومعها المبشره، وهي مجمده كده، تبشر كده حتتين ونستخدمهم بقى في الاكل، في المحشي، في وبتبقى في ساعتها كده وهي مجمده، بتبقى مبشوره زي ما بنبشر البصل، بتبقى تحفه. فانا معايا حته كده صغيره من الليه، هتعمل طعم حلو قوي، طعم دسم ولذيذ للفول. لو مش عايزين تحطوا ليه خلاص مفيش مشكله، هنستبدلها بالزيت او بالسمنه او بالزبده زي ما تحبوا. وطبعا بقى هنحتاج ملح وفلفل وكمون وكزبره، شويه صغيرين كده من الكزبره الناشفه وبس، خلاص ان شاء الله يا رب يعجبكم ويبقى خطير. انا هاخد الليه الحلوه دي اول حاجه وننزل بيها في الطاسه اهو كده. هي الليه دي بقى ده شغل بقى جامد قوي، اضعف انا قدام الكلام ده. هنحط شويه زيت، انا بحط الزيت من الازازه اللي هي بتنزل نقط عشان الزيت ما يبقاش كتير اهو. وبعد كده هننزل بالثوم عشان بس كده ريحه الثوم على طول، مش هستنى واقوم نازله على طول بالطماطم. علشان الطماطم تطفي الثوم على طول قبل ما يلسع ولا اي حاجه كده. يا سلام، لا ايه الريحه دي، لا 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 لا، ده حاجه خطيره قوي. ملح وفلفل، ملح وفلفل، نقلب كده. شوف انا لحقت الثوم بالظبط اول ما يعني بقى مصفر خفيف، نزلنا على طول بالطماطم. ومعانا الفلفل بقى كمان، فلفل رومي اخضر عايزين الحاجات الحلوه دي كده تدبل سيكه كده، تدبل حاجه خفيفه كده. ونحط بقى كزبره، معلقه صغيره مش كتير، كمون، بس كمون كتير بقى شويه، معلقه حلوه كده. ارجع احط تاني برضو رشه ملح. بصوا الخضار كده دبل، نقول للفول بقى اهلا وسهلا، والنبي لا انت جاي اهو، السلام.
نقلب بقى الكلام الحلو ده كده مع بعضه. يا سلام، عايزين تهرسوا الفول تهرسوه بالشوكة او بالهاند بلندر براحتكم. انا ممكن اجيب شوكة وايه ونهرس الفول كده، او لو عايزينه صحيح زي ما هو كده براحتكم خالص، حسب بقى ذوقكم. انا بصراحة احب الفول وهو ايه، حتى اكله في جميع احواله وببقى مبسوطة قوي كده. يبقى كده شوية مهروس على شوية صحيح ونبقى تمام التمام وزي الفل. يسخن بس كده شوية ويغلي مع الحاجات. كده اهو بس. ايه يا ابني الحلاوة دي؟ ايه الفول الجامد ده؟ انا اصلا اول ما بشوف رغيف طازة على طول ريقي بيجري على الفول على طول والطعمية. ياه، هما دول، هو ده الاكل المتين الاصلي. لعلمكم بقى، سيبكوا بقى من كل الكلام الفارغ، هو ده الاكل المتين المحترم والله العظيم. هو ده يرم العظم ينشط الذاكرة وبيخلينا متنحين شوية كده صغيرين، بعدين تلاقينا نفسنا فوقنا فجأة. صدقوني والله ده الفيتامين كله الفول ده. كده اهو انا بحاول كده ايه اهرسه وهو سخن. يا سلام، نقدر طبعا ندوقه وقابل للاضافات. لعلمكم عايزين تحطوا طحينة هيبقى حلو قوي، بس انا مش هحط طحينة، انا هحط ليمون. ممكن بقى ايه ندخله إيه الفرن في الطاجن. هحط كده مثلا عصره ليمونه وارش رشه فلفل اسود كمان عشان انا بحب الفلفل الاسود في الفول كده. مهما اشرح لكم واقول لكم على حلاوه الفول وخطاره الريحه بتاعته مش هتصدقوني، لازم تجربوه. اهو ناخد كده الفول وننزل كده الطاجن. اه يا لميس، لميس لسه بتقول كانت بتحط فحمه. ما طبعا الفول ابو فحم ده، ياه تحس ان هو فول كباب كده. اه يا جماعه احنا بصوا، تعالوا يا جماعه بقى، بصوا المشاهدين قرايبنا، عادي كل واحد يجيب الرغيف بتاعه ويلا بقى. احنا مستنيين حد يخترع لنا اختراع اعرف اجيب بيه المشاهدين معايا في الحلقه عشان ناكل كلنا كده وننبسط. اهو ياه، يخرب ومعانا طعميه كمان اهي. بصوا طعميه مقرمشه ولذيذه مع العيش الطازه مع طاجن الفول الحلو ده، واحلى اكل في الدنيا. وسيبونا بقى محدش يقول لنا حاجه، جربوا الفول بالطريقه الحلوه دي بالليه. هاتيهولنا يا استاذه سمر من فضلك، خطير مع الطعميه وحته بتنجانه مخلله، ألذ حاجة في الدنيا. إن شاء الله تجربوه بألف هنا وشفا حبايبي. فاصل بسرعة نلم الأشياء دي كلها واخد قطمة لقمة فول، لحظة فول كده، عشان نرجع بعد كده نعمل صينية الجلاش بالكاسترد خطيرة. خليكم معانا. انا جيت، هنعمل دلوقتي الوصفه الثانيه اللذيذه برضو، صينيه الجلاش بالكاسترد. وصفه سهله جدا. بصوا معانا ايه، معايا لفه جلاش هنستخدمها كلها.
تمام. هنحتاج عشان نعمل حشوة الكاسترد 3 كوبايات من اللبن الحليب، ده علشان هنستخدم لفة الجلاش كلها وفي صينية كبيرة، فهنحتاج نعمل كمية كاسترد كبيرة. 3 كوبايات من اللبن، عليهم 3 معالق كبار من السكر، عليهم تقريبا 4 معالق كبار من الكاستر الباودر، بس كده. بنحط الكلام الحلو ده كده مع بعضه علشان نعمل الكاستر. انا الحلة هنا لسه عندي مش سخنة ولا حاجة، وضروري اصلا ما تبقاش سخنة علشان النشا يدوب مع اللبن. هنحط اللبن، ومعانا الكاستر ندوبه في اللبن هو والسكر كده قبل ما نشغل النار ولا حاجة، اهو على البارد كده الاول عشان النشا يدوب كده. اول ما النشا داب كده تمام، هنشغل بقى على طول النار وننزل بالسكر، وبرضو السكر حسب الرغبة زي ما تحبوا. احنا حاطين 4 معالق كبار من السكر على 3 كوبايات لبن كده بالشكل الحلو ده، ونفضل كده نقلب فيه لغاية ما يتقل معانا ويعمل قوام متماسك زي اللي هو قوام الكاستر، او ممكن نستبدل الكلام ده كله بالمهلبية، يعني بدل الكاستر نحط النشا. احنا معانا الكاستر بارد، ضروري يبقى بارد طبعا عشان نعرف نفرده في الصينية، اهو بارد وخطير. طلع له كده معلقة جنبي. ومحتاجين ندهن طبعا رقات الجلاش بسمنه، خليط من السمنه والزيت، فانا معايا هنا سمنه هحط عليها شويه زيت، هدخلها بس المايكرويف تسيح علشان تسهل عليا ان انا ادهن طبقات الجلاش والصينيه، دي مهمه قوي عشان تبقى مورقه كده وحلوه. اهو عقبال ما تتحط في المايكرويف بس تسيح شويه. كده ناخد بقى لفة الجلاش الخطيرة، ومعانا بقى صينية حلوة اللي هي الصينية الكبيرة بتاعت خبز البسكوت والكحك والحاجات دي، بتبقى حلوة قوي وبننجز فيها. هدي اول دهنة كده زيت بس لغاية ما السمنة تسيح اهو كده. معانا الفرشة كده بالشكل ده، وعلى طول لفة الجلاش ونبتدي نرص كده. هاخد كده رقين من الجلاش ونحطهم، والزيادة نتنيها لجوه كده بالشكل ده، واروح اجيب بقى السمنة زمانها ساحت شوية يعني اهو، مساحتش قوي يعني بصراحة. ماشي اهو كده، وندهن كل الرقات كويس قوي والحروف كده، ونحط برضو رقين. واخر مرة تنيناها من الناحية دي، يبقى المرة دي هنتنيها من هنا كده، وندهن برضو بالشكل ده لغاية ما نحط نص كمية الجلاش فوق بعض وهي مدهونة كده، وبعدين بنحط حشوة الكاستر في النص. نحط كده رقين اهم كده، انا بدهن فوق كل رقين تمام كده اهو، وندهن كده كويس قوي علشان التوريقة. ومعانا بقى الكاستر الحلو ده، هو ده الحشوة اللي هتتحط كده في النص، ونوزعها ونخلي بالنا يعني ما نوصلش للأطراف قوي، علشان هو لما يدخل الفرن أصلا هنلاقي الكاستر ده برضو توغل يعني، فما يطلعش برة ويتحرق كده. طبعا احنا قبل ما بندخلها الفرن بنقطعها، خلوا بالكم من الحكايه دي، وما بنسقيهاش حاجه بقى غير لما بتخرج من الفرن، بنسقيها الشربات بتاع الحلويات اهو كده بالشكل ده، وندهن برضو كده كويس قوي اهو، والاطراف زي ما متفقين. وصفه سهله خالص، عايزه اقول لكم ان انا مره عملتها و حشيتها بدل الكاستر دوت كان في بواقي كده حلويات شرقيه،
والله زي ما بقول لكم كده، بواقي حلويات شرقيه زي اللي هي البسبوسه والكنافه وبلح الشام والزلابيه. بصوا بقى، شوفوا بقى اللي انا عملته، هرستهم كده مع بعض، بقت هي دي الحشوه. كان خطير، كان خطير اهو كده بالشكل ده. وبنحط اخر رق خالص يا جماعه بقى، لما بنيجي نحطه بنتني من جوه عشان نحافظ على الشكل من فوق كده يبقى حلو، نتنيها كده من جوه وبس كده، ونقطعها وندخلها الفرن. طبعا الشربات بتاعه بيكون شربات مش تقيل قوي ولا خفيف قوي. بنحط على النار كوبايه ميه معاها كوبايتين من السكر، ونسيبهم يغلوا مع بعض، عليهم رشه فانيليا مثلا. اول ما يخلصوا غليان كده لمده مثلا 6 دقائق، عصره ليمونه غلوه واحده وبنقفل، وبيبقى بارد والجلاش بيبقى سخن. بس كده بيطلع خطير. احنا عاملين واحدة هناك، بصوا شكل الكاستر ما بين الطبقات عامل ازاي، خطير. بيدخل فرن سخن درجة حرارة 180، في الرف اللي في النص بياخد له تقريبا 30 دقيقة لغاية ما ياخد اللون الحلو ده، وبنعيد على التقطيع بتاعته مرة كمان لما بيخرج من الفرن، ونسقيه بالشربات وبالهنا والشفا. الحلقة خلصت، يا رب تكون عجبتكم. عملنا طاجن فول بالطماطم والثوم واللية، لذيذ قوي، جربوه. والوصفة الثانية صينية الجلاش البسيطة خالص بحشو الكاسترد، جربوها وبالهنا والشفا. بشكركم جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، شوفوني كل يوم الساعة 1:30 على قناة النهار في برنامجكم أكل بيتي.